هاي أنا مريم من رحلة لاياك حق تايلاند، وأخيرا وصلنا تايلاند وإحنا الحين قاعد نسوي أول يوم تطوع، قاعد نبني البيس حق الحمامات حق المدرسة. هاي اسمي مايا واليوم جينا على المدرسة اللي عمرنا فيها امبارح الحمام اللي كنا عم نشتغل فيها، واليوم جينا ندرس الاولاد ونتعرف عليهم اكثر. اظن احنا ما في كثير كوميونيكيشن، ما كثير عم نفهم مع بعض، بنضل يعني بتحسي في كونكشن بيننا وبيناتهم. السلام عليكم، معكم اسماء بركي. اليوم رحنا حق مستشفى في تايلاند عشان نعطي المرضى هناك الاكل. اليوم قمنا الصبح وسوينا باكينج حق الاكل، ذهبنا لهم وانطلقنا. ممكن تتمنى حيل ان يكون في مجموعه ناس مثلنا يقدمون حق الناس اللي للحين ما كفينا لهم من الاكل. بالنهايه لما اعطيناهم الاكل وخلصنا قعدوا يدعون لنا، فكان شيء وايد حلو.